ده كلام احنا ضروري نتكلم فيه، واعتقد انه سيكون فعالا. وحكايه التأييد الغربي ده زي ما تقول كده رد فعل عاطفي سريع. استنى شويه، دول هنتكلم معاهم كلهم، وهنتكلم مع المجتمع المدني بتاعهم، وهنتكلم مع احزابهم. انه مش كده، احنا ما حدش بيقول احنا هنزيد اسرائيل منهم، انما يجب ان احنا نقول لاسرائيل انها تغير من 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 سياستها، وتعيد النظر في الطريقه اللي بتتعامل فيها مع الشعب الفلسطيني. معقول انها تتعامل بهذا الاحتقار، بهذه المهانه؟ ليه؟ عشان ايه التميز اللي عندهم كبني ادمين على الفلسطينيين؟ وليه احنا نقبل هذا الكلام؟ وليه الدنيا كلها؟ السيد عمرو موسى، يعني السيد عمرو موسى، يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا عارف ان انت يعني حتى ما بتعملش مداخلات تليفونيه ابدا، ولكن الوضع كان يحتاج الى صوت عمرو موسى. وزي ما كنا بنقول زمان، انا بحب عمرو موسى، وانت عارف بقيه الاغنيه كمان. اقرا اللي انا كتبته النهارده على التويتر، على الاكس. قريته يا فندم، تويتاتك مقدره. لا انا قلت فيها مثل هذا الكلام، انما يجب ان مرتبه اكثر يعني.